ميرسي. حضرته ربيع. اهلا وسهلا جمال نعمه. بس وجدي قال لي انك امه لزاهي فاضل. سابقا. شو بك؟ مش امه لزاهي سابقا، جمال فاضل سابقا. امه سابقا ولاحقا وحاليا. تفضل ارتاح لنتفاهم. على شو؟ لك اقعد خي ربيع، على شو مستعجل؟ وجدي هو قاعد، اقعد انت كمان. والله فكرة. مات؟ كتراني الاشياء حضرة رئيس التحرير. صار لازم مين يحررني منها. خبرتني عايدة. والله يا منير ما بعرف شو اللي عم يصير. لا لا لا، مش انت اللي بتقول ما بعرف شو عم يصير. انت اللي لازم تعرف شو عم يصير ونحن نسألك. خيف منير. لازم. والخوف لازم يخليك تعرف تتصرف. بالنهاية هيدي بنتك، المسؤولية عليك. جربت فتش عن المزريب اللي قلت لي عنه. لقيته؟ لقيت شبكة مزريب مفخوتة؟ ما بعرف، خايف اني اعرف. المفخوت بنش. لقيت نش؟ لقيت انه بنتي بتحكي مع فاضل. فاضل بتهتم فيه أكثر من زاهي. ليش؟ ما بعرف، خايف اعرف. شو هالبي اللي خايف يعرف عن بنته وما خايف على بنته؟ اتركني منير. لا ما تكون جبان منير، انا بحبها بخاف عليها. مبدئيا سلحتها بالعقل. حتى مش قادر تقول جملتك بدون مبدئيا. يا حيف عليك، شو هالبي انت؟ انا البي اللي ضحى بعمره وشبابه لبنته. انا البي اللي طرد الرجال اللي فيه كرمال بنته. انا البي اللي طرد المراه يلي هتف لقلبه كرمال بنته. راحت المراه لشخص تاني. نهلة. نعم نعم، نهلة. نهلة فرحات. 17 سنة مضيوا ما قلت لها اني بحبك كرمال بنتي. شو بدها بنتي بعد اكثر من هيك؟ ليش بدها تميل لرجال من عمري وتلعب على عواطف ابنه؟ ليه؟ لانك عملت معاملة الملائك وهي بشر. صدقني اعطيتها كل شيء. انت اعطيت الاميرة كل شيء بس ولا مرة اعطيت لنا البنت العادية كل شيء. أنت يا غلطان، أنت مثل كثيرين من البيات اللي شافوا بنتهم وما صدقوا، حبوها، عطيوها، تركوها على حريتها وراحتها، وبالآخر ما قدروا يصدقوا شو عم تعمل البنت براحتها وحريتها. لهالسبب خايف أعرف. إذا قلبك دالك على خوف، خلي عقلك يعرف الحقيقة. يمكن تطلع خطيرة ويمكن لا. بوس إيدك تطلع لا.